عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. رواه الترمذي. ومما يستفاد من الحديث الشريف أن على المرء أن يترك ما يشك في كونه حلالا ويأخذ ما لا يشك فيه.